الله، انا مبسوطه جدا يا بيان، انت قاعده عندي في البيت، انت صاحبتي الانتيم، انا بحبك قوي. وانا كمان يا هنا بحبك جدا، انا بحبك عندك البيت قوي، بنقعد نلعب انا وانت مع بعض ونتفرج على فيديوهات، بجد انا بكون مبسوطه جدا. طيب يا رب دايما تجيلي بقى على طول ونقعد نتفرج على افلام. طيب هنعمل الرقصه دي مع بعض عشان خاطر نرقصها في المدرسه لما نروح بكره. يلا هوبا، 1 2 3، ارفع ايدك بقى كده فوق، وعايزين بقى نشغل الاغاني ونبتدي مع بعض. يلا 1 2 3 4، هوبا 1 2 3، ووهو، ايوه كده، برافو عليكي، شطورة. اوكي احنا كده ماشيين حلو جدا جدا جدا. عايزين بقى نكمل الايه، الرقص بتاعنا، هنعمل بقى شو فظيع. ايه ده، هاي، ازيك، عاملة ايه؟ انا كويسة، انتي ايه الاخبار؟ بتعملي ايه هنا؟ ابدا، انا كنت خارجة مع صاحبتي وجاي اشوف انتوا بتعملوا ايه. انا كنت قاعدة برضو مع انتمتي بيا وقاعدين وهي بنلعب. وانتي؟ اعتقد انا وصاحبتي الانتيم بنعمل حاجات احلى بكتير من اللي انتوا بتعملوها. ايه ده، انتي بتعملي ايه يعني؟ مش هقول لكم دلوقتي، بس انا بعمل حاجات كتير قوي 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 مختلفة، باخدها مرة ونروح انا وهي نشرب كافي وناكل دونتس وكب كيك وناخد السموسي بتاعنا ونشرب بقى ممكن سموسي او ميلك شيك. الله انا بنبسط معاكي جدا، وانا كمان بعد كده بقى باخدها وممكن اوديها اي حتة هي نفسها فيها، ممكن نجيب بقى كمان كب كيكس، ممكن نجيب كيك، ممكن نجيب اي حاجة. اوكي بعد كده بنروح فين؟ باخدها بقى مثلا على الخيل، بجيب لها حاجة الخيل مثلا تكون مكلفة، فالايه، فالراجل يقول لنا مثلا سعر الحاجة 900 يورو، وانا جاي مشتري لها كل الحاجات اللي نفسها فيها عشان هي بتحب الخيل جدا، فبشتري لها كل الحاجة اللي نفسها فيها. انا كنت عايزة اجيب الحاجات دي. طيب خلاص اوكي، تعالي نحسب على اليوم وندفعهم، بس الحاجات دول هيكلفوا. ماشي ايا كان هيكلفوا كام مش مشكلة، هيبقوا 900 يورو. طيب خلاص اوكي، كده احنا جبنا حاجة الخيل، فاضلنا بقى ان احنا نروح نجيب الخيل ذات نفسه. اوكي طيب ماشي اوكي، واجيب لها بقى كمان البرنيطة بتاعة الخيل، هي بتحبها قوي. وبعد ما بكون جبت لها كل حاجة هي نفسها فيها للخيل، بندفع بقى الحساب. بعد كده باخدها ونطلع على الايه، على المحل الاسطبل بتاع الخيل على طول. انا سمعت انا عايزه ادفع الفلوس الحساب دول. اوكي دول كلهم سعرهم 900 يورو. طيب اوكي ماشي. وبخلي السواق بقى ياخدنا عند اسطبل الخيل، هي بتحب الخيل جدا، فقوم جاية داخلة وهنقي الخيل ده. ايه رأيك فيه؟ الله الخيل ده فعلا عجبني، ممكن تشتريهولي؟ طيب خلاص اوكي ماشي، تعالي. وننزل بقى نكلم الراجل بتاع الخيل. السلام عليكم. ايه ده، هو انتوا ازاي دخلتوا الاسطبل كده بالعربية؟ المفروض الحتة دي بتاعت الخيل بس، ما ينفعش تدوسوا فيها بالعربية. معلش معلش ما تضايقش نفسك، لو سمحت احنا كنا عايزين نشتري الحصان ده. الحصان ده اسمه لوسي، الحصان ده بتاعي، ما ينفعش انا مش حاطه للبيع اصلا. لا احنا كنا عايزين نشتري، بص شكله حلو ازاي ولونه اسود عجبني جدا. قولي بقى هيتباع بكام؟ بقولك ده الحصان بتاعي واسمه لوسي ودخل مسابقات كتير جدا، عمري ما اتنازل عنه. اهو شايفة، شايفة الجوائز اللي هو كسبها. ماشي برضو يعني نقول 150,000 يورو. 150,000 يورو؟ شاملة كمان، عايزاك انت تنقلهولي وتدخليه في العربية وتجيبولي عندي في الاسطبل بتاعي في الحصانة. اهو العربية موجودة اهي كمان، عايزاك انت تحطولي بس كده. هيبقى كده هيكون كل الحساب كام؟ ايوه قولنا بقى كده الحساب هيكون كله كام. 250,000 يورو. طيب اوكي ماشي مفيش مشكلة، هدفعلك بقى كريدت كارد، بعدين هناخد الخيل ونمشي. طيب ماشي اوكي. شكرا جدا. ممكن بقى تنقلي الحصان تحطيه في العربية دي؟ خلاص اوكي هحطولك بقى في العربية دي. يلا حطي. الف مبروك عليكي لوسي، فعلا حصانة جامدة جدا، هتعجبك قوي قوي قوي.
الله، احنا كده خلاص اشترينا الخيل. بعد ما باخدها اشتري لها الخيل، بنروح بقى نركب انا وهي ونقعد ننبسط بقى بيه جدا جدا جدا، ونروح على الاسطبل بتاع الخيل بتاعي، وبكون كده انا فسحت صاحبتي وخرجتها وانبسطنا انا وهي مع بعض. لكن انتوا اتنين بقى بتعملوا انتوا ايه؟ انتوا الاتنين مع بعض احنا بنعمل بيجاما بارتي، وبننام انا وهي بالليل مع بعض، وبخليها تلعب بالباني بتاعي، وبناكل بقى مع بعض سناكس، ونتفرج على الايه الافلام. وغير كده كمان بنقعد نرقص مع بعض انا وبيا، وبنعمل بوسترز كمان مع بعض كبيرة انا وهي، بننبسط جدا بالحاجات دي. صح يا بيا؟ اه صح، احنا فعلا بننبسط جدا. بصوا يا جماعة، انا وبيا بننبسط قوي بالحاجات دي. انا عايزاكم تعملوا فوتنج، تقولوا لنا اني احسن، يا ترى انا وبيا ولا البنوتة التانية مع صاحبتها. عايزة اشوف الكومنتات بتاعتكم، اني يا ترى best friend يعني عجبتكم اكتر، بتعملوا معاها ايه اكتر. هتوحشيني جدا يا اصحابي. باي باي.